بركة الله نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي انطلاقاتنا محبي هذه الرياضة، أحييكم مع انطلاقة شوطنا 13 المخصص للإبكار محليات الأصايل فئة الانتاج والمنتجين. نحييكم من هنا من عاصمة الميادين من ميدان الوهبة أقوى الميادين وعتها في تحدياتها المثيرة دائما، مباشرة أسير إلى الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات. هذه غزوة أحمد بن حمد بن مبارك الشامسي، يتقدم بوهيصل، يتقدم عاشق السلالة، عاشق سلالة المختبر على البداية الأولى. حمد بن مبارك بن معيوف الوهيبي من يتابعها في عملية التدريب والتضمير، شعار زعزعة والكثير من الأسماء. المركز الثاني القدوم في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. هذه أيضا جنار سيب بن علي بن سالم العامري، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من دمعه دمعه سالم بن علي بن هياي المنصوري يقدم لنا دمعه في هذا المسار. المركز الثالث هناك اللي تدخلت اللي حضرت اللي وصلت، هذه شذا مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي، وهناك الوصول وتقدم من هزر عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري والقدوم على المركز السابع. الوصول والتقدم من نصيبة يمعى بن مبارك بن مغير الأخيلي، وصلوا أهالي رماحة يتقدمون في هذا المسار الجميل. وصلنا إلى المركز الثامن، الوصول والتقدم من شموخ أحمد بن محمد بن غنام الهاملي يقدم لنا شموخ، بينما المركز التاسع هذه الشاهينية مبارك بن حمد بن راشد الاكتبي، والمركز العاشر مشاهدينا متابعين الكرام وصول وتقدم من حفلة سعيد بن حمد بدليلة العامري. هكذا النتيجة هنا، هكذا النتيجة في هذا المسار، هكذا النتيجة في هذا الانطلاق الجميل هنا والمسار المميز. أعود إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط، إلى صدارة هذا الشوط. غزوة 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 وهي في غزوة نحو انتصار ونحو ناموس هذا الشوط. أحمد بن مبارك، أحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي يتقدم بوفيصل، مقدم لنا غزوة، مقدم لنا اسماء الجميلة والمميزة. المركز الثاني الوصول من شذا مطر بن سعيد بن حضيرم الاكتبي اللي حضرت على المركز الثاني، النقلة إلى المركز الثالث. هذه أيضا شعار سيب بن علي بن سالم العامري اللي احتلت المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع. القادمة هنا هزر عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري، ولكن الله الله يا هي اسماء يا هي شعارات قادمة في هذا الانطلاق، واصلة في هذا المسار المميز المسار الجميل. دائما هنا عاصمة الميادين، دائما هنا أيضا انطلاقاتها غير، تحدياتها غير، هنا أيضا في هذا المسار المميز. الله الله القادمة شموخ أحمد بن محمد بن غنام الهاملي يقدم لنا ولكم شموخ في هذا المسار، بشموخ هذا الشعار، بشموخ هذا الأداء. بينما هنا الشاهينية حمد مبارك بن حمد بن راشد الاكتبي هنا وصلت وتقدمت، ولكن الله 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 اللي وصلت، الله اللي قادمة في هذا الانطلاق. هناك أيضا وصول وتقدم في هذه اللحظات. الله مطر خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي وصل هنا، شعار بن منينة، ولكن وين غزوة، وين وينك يا أبو فيصل؟
البداية هلولة على الصدارة هلولة مع المركز الأول أحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي يقدم لنا هذا الغزو يقدم لنا هذا الغزو على البداية هلولة على الصدارة هلولة مع المركز الأول في هذا الانطلاق في هذا المسار. المركز الثاني هناك السيف بن علي بن سالم العامري المركز الثالث اللي تقدمت هزر والهزر فيها ما يخيب وما يضيع هذه هزر عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يقدم هزر والوصول من شموخ أحمد بن محمد بن غنام الهاملي ياتي في هذا الانطلاق ياتي في هذا المسار مطره مطره يا بن منينه مطره خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينه الشامسي تدخل مع مطره ولكن أعود إلى جنار على المقدمة هنا على الصدارة الأولى مع المركز الأول حركوهن حركوهن هذا هو من يطبع هذا هو من يطبع والله وقدم لنا هزر والله وقدم لنا هزر هذا هو الهزر اللي فيها ما يخيب ما تخيب الهزر ما تخيب الهزر يا راعي هزر يا من يطبع على المقدمة على الصدارة الأولى مع المركز الأول القادمة هنا شعر سيف بن علي بن سالم العامري العامري والقدوم من شموخ شعارك يا بن غنام ولكن أعود إلى المقدمة عماري العامري هنا مع هزر مع هزر على البداية هلولة على الصدارة هلولة سلام بن يطبع سلام سلام تحية واحترام عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري تهانينا والناموس المركز الثاني شعر سيف بن علي بن سالم العامري اللي احتلت المركز الثاني المركز الثالث الوصول من شموخ أحمد بن محمد بن غنام الهاملي أنا اللي احتلت المركز الثالث المركز الرابع وصول وتقدم من غزو أحمد بن حمد بن مبارك برغ الشامسي والمركز الخامس هذه مطرة خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي سلام إلى مصانع الجنوب سلام سلام على هوز هزر عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري هنا أيضا مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي هذه الانطلاقات أعود إلى التوقيت الزمني 7:36 جزئين من الثانية توقيت أيضا هذا الشوط وتوقيت هزر اللي احتلت المقدمة سلام مصانع الجنوب المركز الثاني كان من نصيب هنا أيضا جلنار سيف بن علي بن سالم العامري بتوقيت زمني مقداره 7 دقائق لحظات الوصول لحظات الوصول العبور إلى خط النهاية 6:35 وستة أجزاء من الثانية 7:35 ستة أجزاء من الثانية توقيتها على المركز الثاني بينما المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام كان من نصيب هنا شموخ أحمد بن محمد بن غنام الهاملي التهنئة لك يا أبو محمد توقيت الزمني 7 دقائق 38 ثانية 5 أجزاء من الثانية فتهانينا والناموس.